تعرف إن الموبايل ده أو لابتوب وشبكة إنترنت مصر بتصدر من خلالهم صناعة بتدخل للبلد مليارات سنوياً؟ مستغرب طبعاً. طب سمعت قبل كده عن صناعة التعهيد في مصر؟ وتعرف إن مصر في المركز الثالث عالمياً كمان؟ ودي صناعة بتدخل مليارات للبلد؟ يعني السنة اللي فاتت مصر صدرت خدمات رقمية ب 6.2 مليار دولار، ومنهم طبعا خدمات التعهيد. تعال اقول لك على تفاصيل مهمه في اهم صناعه رقميه مصر شغاله عليها بقوه، ايه هي ومين هيستفيد منها، وازاي هتوفر عدد كبير من الوظائف ودخل بمليارات الدولارات سنويا. يلا بينا مع بعض نعرف كل التفاصيل من جوه الخزنه. في الاول تعالوا نعرف مع بعض بسرعة إيه هي صناعة التعهيد. التعهيد أو التعاقد الخارجي ده اتفاق بين طرفين، من خلاله بيقوم الطرف الثاني بأي أنشطة لصالح الطرف الأول، زي تصنيع منتجات أو تقديم خدمات زي الخدمات التكنولوجية، وده بحسب توصيف هارفارد بيزنس ريفيو. يعني شركات أجنبية بتقوم بالتعهد لشركات تانية خارج حدودها علشان تنفذ ليها كل الخدمات اللي هي محتاجاها بسبب التكلفة المرتفعة عندها، ودايما بتختار خدمة التعهيد في دول يكون عندها عمالة ماهرة عالية الكفاءة وبتكلفة منخفضة. يعني هي صناعة تصدير بالأساس وبتوفر دخل دولاري كبير، بعيدا بقى عن الشكل التقليدي للصناعة من ماكينات ومواد خام وغيره، وموجودة في العالم بشكل رسمي من عام 1989. لو هنضرب مثال عالمي يقرب الفكرة شوية، عندنا شركة أبل العالمية اللي بتطور أجهزتها وتصميمها وعلاماتها التجارية، لكن بتعهد مهمة تصنيع الأجهزة لشركات صينية. مثال تاني، شركة مثلا طبية عالمية بتعمل تطبيق خدمي يوفر معلومات طبية واستشارات وحجز في دولة أوروبية، تيجي الشركة دي تعمل تعهيد مع شركة في مصر ويوم هما بتصميم التطبيق بشكل كامل، ده اسمه تعهيد. هنا الشركة العالمية خدت أعلى جودة بأقل سعر، وده الهدف الأساسي للتعهيد. طيب إيه وضع صناعة التعهيد في مصر؟ الاهتمام بالصناعة دي بدأ تقريباً من 20 سنة، لكن في السنين الأخيرة حصل قفزة سريعة في مستوى ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً وعربياً. البداية كانت بالتركيز على خدمات تعهيد العمليات التجارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني. بعد كده اتجهت الدولة لتقوية مكانة مصر في مجالات تصدير خدمات القيمة المضافة وخدمات المعرفة والبحث والتطوير وتصميم الإلكترونيات والأنشطة المدمجة. النتيجة إنه حصل ارتفاع كبير في وضع مصر على خريطة صناعة التعهيد عالمياً وإقليمياً وإفريقياً. وفي تصنيفين عالميين مهمين صدروا في عام 2023 بيتكلموا عن وضع صناعة التعهيد في مصر. أول تقييم مصر وصلت فيه للمركز الثالث عالمياً في عام 2023 بعد ما كانت في المركز الـ 11 في السنة اللي قبلها في تصنيف مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود بحسب تصنيف شركة راين للاستشارات الاستراتيجية. تقييم كل الدول في مؤشر الثقة بيعتمد على آراء ووجهات نظر نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار في مجال التعهيد وفق 7 معايير، وهم سوق العمالة المحلية، البنية التحتية، الثروة التجارية، والنظام البيئي لعمليات التعهيد، والاستقرار السياسي والأمان العام والاستقرار الاقتصادي. مصر وصل تقييمها الإجمالي ل 83.8% في الـ 7 مؤشرات. تاني تصنيف لمؤشر مواقع الخدمات العالمية الصادر عن مؤسسة كارني للاستشارات العالمية لعام 2023، ومصر حصلت على ترتيب المركز الأول على مستوى إفريقيا والمرتبة الثانية عربياً والـ 23 عالمياً في مجال التعهيد. طيب إيه اللي عملته مصر في الصناعة دي لحد دلوقتي؟ من سنتين بدأت تنفيذ استراتيجية رقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026، وفي الفترة دي تضاعف حجم اللي بتصدره من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لأي مكان أو أي دولة في العالم، تجارة عابرة للحدود يعني، مع توفير حوافز للاستثمار في صناعة التعهيد علشان تساعد الشركات الموجودة سواء محلية أو أجنبية إن هي تتوسع، وفي نفس الوقت تجذب شركات جديدة، وفي النهاية يزداد قوة القطاع ويكون قادر على المنافسة بشكل أكبر. من وقت انطلاق الاستراتيجية في فبراير 2022 ولحد وقت قريب حصل توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال التعهيد
لإنشاء والتوسع في 85 مركز تعهيد وتعيين 60,000 متخصص على مدار 3 سنين. الشركات الجديدة في منها 24 شركة هتفتح مراكز لتقديم خدمات التعهيد لأول مرة بمصر، و50 شركة تانية هتتوسع في نشاطها في تصدير الخدمات الرقمية من مصر في مجالات زي الموارد البشرية، خدمات مراكز الاتصالات وتطوير البرمجيات والدعم الفني والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات وتصميم الدوائر الإلكترونية. من أهم الشركات اللي بتشتغل في التعهيد في مصر IBM مصر وأمازون ومايكروسوفت كوسنترس وديل وDWC وغيرهم من الشركات. طيب أخيراً بقى، وده سؤال مهم، إيه مكاسب مصر من تصدير صناعة التعهيد؟ لو بصينا على الأرقام هنلاقي ارتفاع في مكاسب مصر من الصادرات الرقمية اللي ارتفعت ل 6.2 مليار دولار في عام 2023 بعد ما كانت 4.9 في العام اللي قبله، يعني نسبة ارتفاع 26.5%. قيمة صادرات التعهيد منها ارتفع ل 3.7 مليار دولار في العام الماضي بعد ما كان 2.4 مليار دولار في 2022، يعني نسبة نمو 54%. دي الأرقام على أرض الواقع لحد دلوقتي، لكن مكاسب صناعة التعهيد مع الاستراتيجية اللي بدأت من سنتين ومتوقع توصل الإيرادات ل 9 مليار دولار في 2026، وفي نفس الوقت زيادة كبيرة في عدد العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين علشان يوصلوا ل 550 ألف متخصص في تصدير الخدمات الرقمية. بعد بقى ما تابعنا مع بعض الحلقة وعرفنا كل التفاصيل، ما تنسوش لايك وشير، ونشوفكم في حلقة جديدة من جوه الخزنة.